السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. هنبدأ معانا بقى مع أول نقطة في البيزك تايبس، التايبس الأساسية بتاعتنا اللي هي النمبر، السترينج، البوليان والحاجات دي. نفهم إزاي إن إحنا بنبدأ نحط لهم تايبس معينة أو ستاتيك تايب، نبدأ نحط لهم ستاتيك تايب. تعالوا واحدة واحدة نكتب في التي اس بتاعنا، محدش يكتب في الجي اس. الجي اس هيتعمل له كومبايلنج لوحده عن طريق الأمر اللي إحنا قلناه الفيديو اللي فات. اول حاجه قلنا البيزك تايب، هاجي اقول له ليت، مش لازم اعمل فار، ممكن تعمل فار عادي خالص، بس انا بحب الليت. ليت مثلا وليكن نم نمبر يعني، او اكس مثلا بيساوي 5، بيساوي 4، بيساوي 5، ايا كان الرقم. كده انت ما ضفتليش اي حاجه، ده اللي بعمله في الجافا سكريبت عادي. قال لك لا بقى، بتيجي بعد المتغير او الفاريبل بتاعك بتعمل اتنين كولم وتقول له التايب بتاعك ايه. انا قلت له التايب بتاعي يعني الاستاتيك تايب بتاعه، قلت له نوع هذا الفاريبل نوعه نمبر، فما ينفعش ابدا، ما ينفعش ابدا تيجي تقول لي الاكس بعد كده بيساوي سترينج، هيقول لك غلط اهو. حتى شايف الاكس كده بيقول لك تايب سترينج از نوت اساينت تو تايب نمبر، ما اقدرش احط سترينج لفاريبل كان نوعه نمبر. حتى لو جيت رنيت الباشا ده، هسيف كده واجي ارن احول يعني الكومبايلنج وكده، هلاقي فعليا ان هو عمل لي ايرور. هيجي يقول لك ايرور اهو، الايرور بتاعك ان احنا شفناه من شويه اللي هو الطيب سترينج مش قادر، از نوت اساين تو تايب نمبر، ما اقدرش احط سترينج لفاريبل نوعه نمبر. فهشيل ده خالص كده، يبقى انا كده ماشي تمام، اقدر اعمل لوج بقى، اعمل اللي انا عايزه كله. في الاخر الكود اللي انت بتكتبه هنا هيروح يتعمل له كومبايلنج هنا اهو. طبعا هو بيتعمل له كومبايلنج عادي هيفهمه، بس التايب سكريبت هيكون فيها مشكله. طيب انا عملت ليت اكس اهو، هو هنا بيقول له ماشي، ليت اكس بيساوي، قلت له الفاليبل بتاعك عادي، التايب بتاعك نمبر والفاليو بتاعتك 4 عادي خالص. اقدر اقول له ليت تاني مثلا سترينج او اس تي ار بيساوي كلمه سترينج، يبقى النوع بتاع الفاليبل اللي اسمه اس تي ده الفاليو بتاعته سترينج. هل اقدر احط له برضو كاستم، او اسف احط له استاتيك تايب؟ طبعا هقول له كده انت نوعك سترينج. يبقى انت كده فهمت الفاريبل اللي اسمه اس تي انت الداتا تايب بتاعتك او نوعك سترينج. تكتب بقى اي سترينج جواه عادي خالص، اي كلام مفيش اي مشكله. يبقى احنا كده عرفنا النمبر، عرفنا السترينج. كمان اقدر اقول لك مثلا اللي هو البوليان ترو او فولس، اقول له مثلا ليت بي ده نوعه بوليان، اوبس، بوليان بالشكل ده، والفاليو بتاعته مثلا كلمه ترو. ما اقدرش بعد كده اقول له البي بيساوي 5، غلط. ليه؟ لان انت حددت التايب بتاعه، قلت له انت التايب بتاعك هيكون بوليان، يعني يا يا لا. طب يا باشمهندس انا عايز اعمل متغير ياكسبت اي نوع، فقال لك خلاص لو عايز تعمل متغير يا اكسبت اي نوع، بقول له الداتا تايب بتاعتك اني، الاستاتيك تايب بتاعك اني. اني ده يعني اي حاجه، اقدر اقول له انت بتساوي 6، وبعد شويه اقول له الاي بيساوي اي حاجه، وبعد اقول له شويه الاي بيساوي اي حاجه تانية، سترينج بوليان ترو اهو، اقول له مثلا ترو. فاني ده معناه حط لي اي اني تايب، اي اني تايب هقدر اكسبته عادي، ما اختلفناش عن الجافا سكريبت العاديه، بس ده نوع اسمه اني برضو لازم تكون عارفه. يبقى احنا عرفنا اربع انواع دلوقتي، نوع النمبر، نوع السترينج، نوع البوليان، نوع الاني. طب لو عايز اعمل اري عادي هقول له let arr النوع بتاعك ايه، ممكن اقول له array of number او array of string، فهقول له كده. لو انا عايز اقول له array of number هقول له number وجنبيها رمز الاري، واقول له انت بتساوي array مثلا 1 و2 و3. كده انا محدد ان الاري ده نوعه number، array من نوع numbers، يعني ما ينفعش اجي احط element string، غلط. هيقول لك لا بعد اذنك انت معرفني ان الاري ده من نوع number، هعمل array ونوعه array of number، فما ينفعش احط له string. ممكن برضه اقول له string بالشكل ده، يبقى انت كده بتقول له array of strings، يعني ما ينفعش احط ارقام، كده هيقول لك غلط. طب لو عايز احط ارقام واحط نمبر وكده، قال لك ريح دماغك واكتب اني. كده انت بتقول له array من نوع اي حاجه، array من نوع اي حاجه.
يبقى الفيديو ده البيزك تايب بتاعتنا اللي هي النمبر، السترينج، الاني، البوليان، array of string، array of number، array of anything. أتمنى يا رب يكون الفيديو واضح. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.